عايز أعرف كيف بدأ هذا المشروع من بدايته في عام 2015. الفكرة جت منين؟ المجمع ده والمجمعات الأخرى اللي مطروحة دي هدية مصر لشبابها. القيادة السياسية بترعى هذا الموضوع بشكل مباشر. عايز أقول لحضرتك إن دي مش مجرد هدية، ده مصر اللي جاية، ده الاستثمار الصناعي اللي هيبقى إن شاء الله في مصر بإيدين ولادها وشبابها اللي احنا كلنا بنقف ورا ظهرهم ونساعدهم ونشجعهم ونذلل جميع الصعاب اللي ممكن تقابلهم. دي فكرة المجمع والغرض من المجمع. في البداية زي ما سيادتك بتفضل، الموضوع بادئ من تقريبا من 2015. في 2018 بدأنا الحركة. كان من ضمن الحاجات اللي اتعملت اللي احنا رحنا سافرنا البلاد المتقدمة في مجال الصناعة اللي لها تجربة ناجحة في مجال المجمعات والمناطق الصناعية، وشرفت ان انا اكون واحد من المجموعة اللي سافرت وشافت المجمعات والمناطق الصناعية في ألمانيا. بدأنا نشوف التجربة هناك مشيت ازاي، ايه اللي عملوه، الصناعات ازاي متناغمة مع بعضها هناك، ازاي الأنشطة كلها بتخدم على بعض، مفيش حاجة اسمها مخلفات او ناتج عملية تشغيل لصناعة معينة. ابتدينا ناخد المعطيات والنتائج اللي احنا وصلنا لها من الزيارة دي، ابتدينا ندرسها نشوف ايه اللي نقدر نعمله في مصر. بعد ما وصلنا للدراسات والنتائج اللي نقدر نتحرك بيها على الارض، ابتدينا نفذنا مرحله اولى 3 مجمعات، الحمد لله خلصناها في بدر وفي السادات وبورسعيد جنوب الرسوه. الحمد لله النهارده اشتغلت بالكامل، اشتغلت يا فندم دي صحيح. خلاص اللي بنشتغل دلوقتي حضرتك بنطرح كراسات الشروط ل7 مجمعات على مستوى الجمهوريه، منهم المجمع اللي سيادتك يعني مشرفينا فيه النهارده. اشكرك. المجمع ده مجمع من احدى المجمعات اللي شيدت وتم انشائها في محافظات الصعيد. ده الشكل العام اللي حضرتك اللي احنا موجودين فيه دلوقتي حضرتك. قياد العرب في المنطقه الصناعيه، اختيار شديد الذكاء. اكيد يا فندم اكيد. تم ازاي؟ تم وفقا لمعطيات كتير قوي، منها قربه من المحاور الرئيسيه والطرق الرئيسيه اللي قريبه من محافظه بني سويف. من اللي بصينا برضو عليه في الحاجات ده، طب المكان ده يحتاج ايه؟ ايه الانشطة الصناعية اللي نقدر ننفذها هنا؟ المستثمرين هنا محتاجين ايه؟ ده في سياق ايه بقى كله يا فندم؟ ده في سياق ترسيخ وتدعيم المنتج المصري وسد الفجوات الاستيرادية اللي احنا كنا بنشتكي منها كبلد في الفترة السابقة. ده روعي، وبناء عليه تم تحديد الانشطة اللي اخترناها. هو في 4 انشطة هنا، في النشاط الغذائي، في الهندسي، في المعدني، في الكيماوي. كل الأنشطة دي روعي حتى فيها عدم تأثيرها على بعضها البعض. بمعنى السادة المستثمرين الراغبي الحصول على الوحدات بيشترط ان هم يقدموا دراسة أثر بيئي قبل البدء في المشروع لضمان حاجتين: ان النشاط اللي هيعمله ده نشاط آمن بالنسبة ليه او لغيره، وعدم تأثير ممارسة هذا النشاط على الصناعات الأخرى والأنشطة الأخرى اللي موجودة داخل المجمع.